لك معنا. شكرا استاذ عبد العزيز عبر اتصال هاتفي. اما هلا رشا خلينا ننتقل لمساحه جديده من مساحات صباحنا غير رح نكون فيها بعالم الدوبلاج والتعليق الصوتي. ضيفنا لليوم عنده مهارات وسنوات وخبره من العمل ضمن هذا المجال، رح نتعرف اكثر عن كواليس هدول الفنانين يلي اليوم كثير بنشوف رشا اشخاص حابين يتعلمون، ولكن نعرف انه بدهم مهارات ومهارات قويه وملكات خاصة. تدريب. اليوم الدوبلاج هو يمكن من أن اصعب الفنون، والشخص اللي بده يؤدي الدوبلاج بده يكون حدا عنده ثقه بحاله وعنده ثقه بموهبته. اليوم حنروح لضيفنا لليوم ليعرفنا اكثر عن عالم الدوبلاج، وخاصه صرنا نشوف الاعمال المدبلجه انشهرت باللهجه السوريه. ضيفنا لليوم هو الاستاذ ابراهيم جلال، وهو فنان ومؤدي صوتي. سعد صباحك. صباح الخير. كيفك ابراهيم؟ اهلا وسهلا. صباح الخير. صباحك. أهل صباح الخير للساده المشاهدين اللي عم يشوفونا كمان. اهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن فن هو راقي وهو من اصعب الفنون، وما بيقل أهمية عن إن كان وجود أمام الشاشة بالصوت أو الصورة. خلينا هيك نتعرف عن حضرتك ونعرف كل الناس اليوم عن شغلك عن هوايتك وكيف بلشت. تمام. إبراهيم جلال، خريج كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 2015، ماجستير طبعا علوم سياسية وأيضا علم نفس إعلامي. بشتغل بمجال الدوبلاج من 4 سنين تقريبا او 5 سنين، بالدوبلاج والتعليق الصوتي او الاداء الصوتي. وطبعا قبلها كنت اشتغل بمجال الاعلام كمراسل تلفزيوني وايضا كمقدم برامج وايضا مذيع بالراديو. هي ببساطه بس هلا اليوم هيك مذيع بدنا نظلم بعض، يعني ناخذ دور بعض. اهلا وسهلا بحضرتك. كل واحد له دوره وكل واحد له حضوره. نورتنا اكيد. ابراهيم انت ابن المهنه وابن دفعتي كمان. ابراهيم يعني وقت عم تعرف عن حالك كان في خبرة، كان في تنوع اليوم بالمهام يلي قمت فيها، ولكن اليوم حابين نحكي معك بالذات عن شيء انت كثير تميزت فيه وهو موضوع الدوبلاج والتعليق الصوتي. مؤخرا كان في دورة كمان قمت فيها، رجعت لكلية الإعلام ولكن كمدرب. صحيح. خلينا نحكي أكثر عن هاي التجربة. تمام. يعني هي كانت بناء على طلب من إحدى دكاترتنا بالكلية اللي أنا كثير بكن لها الود والاحترام والمحبة، كمان الدكتورة إلهام العيناوي عبر كاملتكم كمان بوجه لها شكر كثير كبير، وكل القائمين على كلية الإعلام يلي عم يشتغلوا كرمال انه يحطوا الطلاب بالجو العملي، كرمال يجيبوا لهم مدربين من خارج الكليه، كرمال يفوتوهم بسوق العمل على بكير. فضمن هذا الاطار وضمن هذا المخطط تم التواصل معي، وانا طبعا ابديت يعني استعداد كونه انه كليتي هي بيتي العلمي يلي لها حق علي كمان، واكيد في زكاة للعلم بالنهايه، انا هذا مبدئي بالحياه. فلبيت الدعوة وجيت. كانت الورشة عبارة عن 6 أيام 3 ساعات باليوم، دربنا فيها على الأداء الصوتي والإذاعي، ما طرقنا لموضوع التلفزيون نهائيا، كنا بس بعالم الصوت، يعني كونه هو الصوت أداة رئيسية سواء كان للمؤدي الصوتي الإعلامي وأيضا المذيع والممثل أيضا. فحكينا عن هذا عن هاي الأمور، وكان في طبعا اقبال كثير كبير، يعني المنظمين قالوا لي بعد 6 ساعات يعني سكر العدد، وانا كنت طالب يعني عدد بسيط مشان نعطي كل طالب او كل متدرب حقه لحتى أكيد. يجرب كل الانواع تبع الاداء الصوتي، لانه مثل ما راح نشوف هلا في عده انواع للاداء الصوتي، وكل نوع له تكنيك خاص وله احساس وله متطلبات. طب خلينا نروح فورا لهدول الانواع، واليوم بدنا هيك نشوفهم منك، يعني اليوم ما بدنا نحكي، اليوم بدنا نشوفك اليوم كيف عم تكون وراء المايك وكيف عم تأدي كل شخصيه. كتير مهم بصمة الصوت، انت اليوم بهاي البصمة بدك توصل لإلي ولكل حدا عم يسمعك. صحيح. فأنا بلاقي أصعب انك توقف قدام كاميرا، يعني في شيء عم يساعدك، لغة جسد، رياكشن بوجهك، انت اليوم عندك هذا الصوت من خلاله هاي كاميرتك يلا. تمام. كلامك كتير صحيح أنسي رشا، لأنه نحن كمؤدين صوتيين لما بنقعد ورا المايك الأداة الوحيدة اللي بتكون عندنا هي الصوت. تمام. أما الممثل أو المذيع لما يطلع بالتلفزيون في عنده مثلا بادي لانجويج، في عنده رياكشنز تبع وشه، في سيمولوجيا الوجه، هي كلياتها بتغطي على موضوع الصوت أو كله بيكمل بعضه. أما لما بتكون أداتك الوحيدة بتغطي أحيانا الصوت. طبعا احيانا مو على طول. طبعاً. اما اذا كان الصوت كثير بشع اكيد ما راح اتغطي. لازم يكون الصوت مقبول يعني الى حد أكيد. ما فانا لما ادي صوتيا فالشيء الوحيد يلي انا بملكه هو صوتي، انا كيف بدي اخلي الناس تشوفني بس بدون ما تشوفني، كيف انا بدي اعبر او طلع هذا الاحساس الصح او اعطي هذا يوصل. الحدث الدرامي يلي انا عم اقوله بس بصوتي، كيف بدي احزن، كيف بدي افرح، كيف بدي ابكي، كيف طيب. بدي اعمل اي شيء. طيب ابراهيم خلينا نسمع وانت عم تعطي يعني انت عم تطبق، خلينا ناخذ نصائح كمان للهيك اللي عم يحضرونا، انه شو الاختلاف او التكنيك اللي انت عم تستخدمه.
هلا بالنسبة لموضوع الصوت، أول شيء لازم يكون الإحساس عميق جدا لحتى أنا عيش المستمع الحالة اللي أنا بدي إياها، سواء كان هذا سواء كان هذا بالدوبلاج اللي هو التمثيل، والذي لا يختلف شيء عن التمثيل نهائيا، بالعكس هو أصعب من التمثيل أمام الكاميرا مثل ما ذكرت، أو سواء كان أداء وثائقي، سواء كان أداء إعلاني، سواء كان أداء شعري، سواء كان يعني أي نوع من أنواع الأداء. في عنا كمان الأداء الإعلاني كتير مهم، بحاجة لمساحات صوتية أعلى، طيب. بحاجة لمتطلبات كتير مهمة. خلي الشيء له طريقته له أسلوبه، خلينا هيك شوي نحن والمشاهدين نشوف شوي من التكنيك الصوتي بكذا نوع يعني. طيب بنبلش بالوثائقي، لأن أنا محضر شوي من أعمال أنا قم بدبلجتها على قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي وبعض الفضائيات العربية. هلأ هون في سلسلة كان لكنوز توت عنخ آمون، فنحن هون كنوز توت عنخ آمون المذهلة، مرت سنوات طويلة وهي مدفونة في هذه الكهوف، حتى أتى عالم الآثار هوارد كارتر واتخذ مغامرة ليست سهلة لكشف خبايا تلك الآثار. هلأ هون هي الحالة بتختلف، هذا النوع من أنواع الوثائقي بيختلف مثلا عن شيء بده هايبر أكتر، هون عم بحكي عن غموض، عم بحكي عن آثار، عم بحكي عن شغلات غامضة. هلأ بروح لمكان تاني مثلا بده أكتف، بده هايبر أكتر. في سلسلة اسمها تحقيقات الكوارث الجوية كانت تطلع على ناشونال جيوغرافيك، تحكي عن طائرات بتأقلع من مكان لآخر، وأثناء إقلاعها بالسماء بصير معهم مشاكل، ممكن تقع هاي الطائرة، ممكن ما تقع يعني. فأقلعت طائرة إيرباص F600 من مطار نيويورك متجهة إلى مطار دبي، محملة بعشرة أطنان من المبيدات الحشرية. ولكن السؤال، ألا يعتبر هذا الحمل للوهلة الأولى زائدا ويهدد الطائرة بكارثة جوية؟ لكي نجيب عن هذا السؤال تابعوا هذه الحلقة من تحقيقات الكوارث الجوية. خلينا نعطي للأطفال، للأطفال كرتون يعني، يعني هلا نوع الكرتون بيختلف شوي. ليش؟ لأنه أنا بدي تكنيك بدي خاطب فيه أطفال، فما بدي يكون كتير يعني طبقة الصوت أكيد بدها بدي مثل صوتيا، بدي أدي صوتيا مع إحساس ومشاعر وتوجه وطبقة صوت مناسبة. مثلا بأحد الأعمال اللي اشتغلناها بمركز الزهرة على قناة سبيس تون، اسمه العمل كان نسيت اسمه، بس المهم بيحكي عن كرة القدم. ففي عدة شخصيات أحيانا نضطر نحن كمؤدين صوتيين أنه نغير صوتنا، نغير الطبقة الصوتية، نغير الطريقة أكيد. حتى الصوت يعني ممكن نغيره 180 درجة لحتى نعطي كاركتر مختلف. أحيانا الممثل نفسه هو بيأدي كذا شخصية، طبعاً أحيانا بيبتقوا الشخصيات مع بعضهم، تكنيك الصوت بيبتقوا الشخصيات مع بعضهم. مثلا هيك وساكي، في المباراة المقبلة لن يفيدك الارتقاء العالي، يجب أن تركز على اللاعب الأرضي. طبعا برد عليه بيقول له لا تخاف يا ساوامورا، لاحظت هذا الأمر من مباراة الخصم السابقة، ثقتك بي لن تضيع سودان، وسوف أسجل هدفا أيضا. بيجي الثالث بيقول له أوه سامحني أيها المدرب، لقد أضعت كرة سهلة، ولكني لم أنم جيدا البارحة ولم أكل إلا 6 شطائر. بس ستة؟ طبعاً هذا مبين من صوته أنه هذا الخمول الكسول يلي ما بيقدر أنه يلعب أو يركض. فهيك يعني بدك تغيري أحيانا يعني الشخصيتين كمان بيلتقوا بمشهد واحد، فهذا المشهد كان ذكرته لهذا الفيلم الكرتوني، هو قريب شيء للكابتن ماجد رعد وهدول القصص يعني، تماما بس مودرن اكثر يعني. كابتن ماجد على زمان تطور اكثر، كان يضرب الطابة ثاني نهار لينزل ثاني نهار، هلا بعد نهار الحلقه وهو رافع رجله. اليوم ما بنعرف اذا نفس السيستم عم يشتغل. ابراهيم للاسف الوقت يعني تقريبا خلص، خلينا نعطيه اخر هيك نصيحه اليوم ممكن تقدمها للطلاب يلي او اي حدا حابب يفوت بمجال التعليق الصوتي او الدوبلاج من خبرتك. هلا اول شيء لازم في ادوات معينه لازم يمتلكها، الصوت أهم شيء، الإحساس أهم شيء. لما يمسك نص بده يؤديه صوتيا يفهم هذا النص يتشربه مشان يؤديه صح، إحساسه لازم يكون عالي وفهمه لازم يكون عالي، ما بالضرورة تكون خامة صوته خارقة، بس لازم اللغة العربية كمان يشتغل عليها ويكون متملك كل هاي الأدوات وما يقدم نفسه إلا بالطريقة الصح بس. يعني هدول بما انه وقتنا ضيق فهدول نصائح. يعني كنا نتمنى يكون وقتنا اطول معك ابراهيم جلال، انت زميلنا صحفي وفنان ومؤدي صوتي ومعلق ومراسل، يعني مثل ما قلت بخلال الحديث متنوع الخبره، نتمنى لك كل التوفيق بحياتك وان شاء الله هيك لنا لقاءات قادمه بالايام الجايه. شكرا لوجودك اليوم معنا، واكيد لنا وقفات ثانيه بصباحات ثانيه وحنحكي اكثر بتفاصيل التكنيك بلكي نتعلم منك يعني كم قصه. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا.